اليوم. اليوم قلت بقول لكم عن روتيني الصباحي. تودي خلصت مشي، طبعا انا كل يوم اصحى الصباح تقريبا الساعة 5:30 6 على حسب يعني المود، بعض الاحيان تصير 7، بس لانه الجو الصباح مرة حلو فلازم يعني اطلع امشي. اخذ لي كذا او نص ساعة ساعة على حسب الوقت اللي يعني اقدر اسويه، لانه بعض الاحيان يكون عندي لازم انه اطلع صباح. بس شعور مرة حلو يا بنات، يعني انا يكفي انه اقدر اخطط لليوم كله بالمشي بس. طبعا غير انه اقدر اسمع بودكاست اللي انا ما سمعتها، اذا في ميوزك طبعا بالنسبه لي اكتشف الميوزك الجديده وانا امشي، هذا الوقت الوحيد اللي اقدر اكتشف فيه. وش بعد؟ تقريبا هذا هو، لان كثير بنات يسالوني يقولون انا انت ايش روتينك، ايش تسوين؟ انا هذا هو اول شيء اسويه لما اصحى، بعدها اسوي ورك اوت، بس الورك اوت على حسب يومي. يعني اذا يومي هادي وفي البيت اوكي اعمل ورك اوت، بس اذا يومي هكتك او على قولتهم مره فول سكجول، يعني بطلع بعمل ميتينج، بطلع للمكتب بصور فيديوز، بسوي شوبينج، يعني اذا في سكجول ما اعمل الورك اوت. اصلا الورك اوت انا بس اسويه عشان يعني كيف اقول لكم، عشان كذا افضي مخي شوي، والحركه كذا مره حلوه. بس والله عاد الحين خلصت مشي، اليوم ما راح اسوي ورك اوت لانه راح اطلع بعد شوي شوبينج، وعندي تصوير فيديو الظهر، وبعدين عندي ميتنج العصر، ف تو ماتش. بس نازله معي موزتي ما مداني اكلها، حتى كنت عزاز باكلها صباح، بس اليوم قايمة متأخر. يعني اليوم الساعة الحين أتوقع الساعة 7:30، وأنا مفترض يعني الساعة 7 أنا خلاص يعني شاورد وكل شيء. فيا بليز 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 اللي يعرف كتب حلوة، قرأ كتب حلوة وعنده اقتراحات يعني يقول لي، لأني هالفترة عرفتوا اللي أبغى اللي انقطعت فترة يمكن من شهر ما قرأت شيء، ودي أرجع للمود الأولي، ثنى الأولية اللي تقرأ كتب. فما أدري إذا عندكم شيء اقتراحات حلوة، قولوا لي بليز بالكومنت. بس أشوفكم بعد الشاور. بصراحة الجو الحين مرة حلو، درسني قاعدة برا كذا، قاعدة خلصت مشي وقاعدة، بس مرة حلو، بدأ الخريف أتوقع، فصار الأجواء مرة أوكي مرة. نزلت مانيكيري قبل شوي فقلت أوريكم إيش اللي أستخدمه. هذا من بوتس نيل بولش ريموفر رابد ريموفر، أوكي هذا يروع مرة قوي. أوكي أنا أستخدمه متى؟ إذا كنت حاطة ألوان يعني أحمر أورانج، يعني الألوان الصعبة عرفتوا، مرة يروع، مرة قوي على الأظافر، يجفف الأظافر بشكل مو طبيعي. بس طريقتي أنا إيش أسوي؟ أستخدم معاه هذه المناديل، مناديل إزالة ظلاء الأظافر، هذه المناديل مرة شينة. طيب فأنا لازم أطلع عذر إني أستخدمها، لأن هي فيها فيتامين إي وزيت زيتون، فمرة ناعمة بس مرة ما تسوي شيء، ما تشيل شيء يعني باختصار. فصرت إيش أسوي؟ أخذ المنديل هذا وأحط فيه من المزيل القوي مرة يعني، فتطلع النتيجة واو، يعني ما تجف أظافري يعني وحول الأظافر، ولا أنه يقعد سنة ما ينشال، لا على طول ينشال. فهذا سري. دائما أنا أحاول أشياء العناية أسويها بعد الشاور على طول علشان ما تتراكم علي، لأنه خلاص هذا وقت الريلاكسينج، فأحط زيت على أظافري كذا أسوي ريلاكس، يعني أقعد كذا أبو ربع ساعة أصلا ما أقدر أطلع، لأنه لازم شعري ينشف. عرفت الشعر الكيرلي لازم له تكنيك معين، مجرد ما ألبس الطرح يخرب، فلازم أصبر لمين ينشف والكيرلز تثبت شوي
وبعدها يمديني أطلع. طبعا أنا بالنسبة لي الصباح brainstorming، أي أفكار عندي كلها أطلعها الصباح، أي schedule بسويه اليوم دائما أرتبهم كلهم الصباح، أرتب يومي كله يعني. إذا في يعني دائما إذا بتصفح مواقع، بشوف الأخبار، ما أعرف إيش، كل هذه الديتيلز كلها أسويها الصباح، وعشان يفضالي باقي اليوم، عرفتوا يعني؟ خاص باقي اليوم صير يا إما أكتف، يا اما ميتينجز، يا اما يعني شغل، او انه نهايه اليوم يعني اصير اطلع اتقهوى مع صحباتي، اتعشى يعني، يكون بس تقريبا هذا صباحي. بطلع بعد شوي اسوي شوبينج، وبطلع كمان اجيب اغراض للبيت. دائما انا اشوف افضل فرصه لاغراض البيت اني اتسوقها الصباح، بالنسبه لي يعني هو افضل شيء، فتكون الدنيا مروقة، الناس مروقين، السوبر ماركت فاضي، مو زي ما تروحين بالليل كل أحد يبغى يخلص أشياء أو مدري إيش كذا. دايما الصباح أحب أشغل يا أما القنوات اللي أتابعها على اليوتيوب، أو أتابع البرامج اللي على النتفليكس اللي تكون يعني مثلا زي Glow Up مثلا، إذا قد شفتوه، كلها عن الميك اب، او اتابع اشياء كذا خربوطيه مثلا ريل هاوس وايفز، مع اني خلصت المواسم اللي موجوده هنا خلصتها. اتابع مثلا ستايلينج هوليوود، خلصتها كمان. يعني هذه الاشياء اخليها الصباح، عرفتوا؟ توب شيف، كذا الاشياء اللي تكون برامج عرفتوا يعني، ما هي مسلسلات. زي مثلا ايش في اشياء حلوه، في فيلم مينيمال اللي ما شافه مرة حلو، أشياء وثائقية، أشياء بيوت، مرة أحب الأشياء البيوت. هذا شو اسمه، سيلينج سانسيت، ما أدري إذا تعرفونه ولا لا، غبي شوي بس حلو تشوفون الفاشن اللي فيه. إيش بعد لو بنحكي عن الفاشن، فيه مسلسل كوري قاعد أتابعه حاليا اسمه It's Okay to not be okay. المسلسل ما ابغى اخرب عليكم صراحه، بس المسلسل كله فاشن فاشن فاشن، مره حلو بيعجبكم انا متاكده، بس القصه يعني خربطيه.